السلام عليكم أبنائي وبناتي طلاب وطالبات الصف الثالث ثانوي. النهاردة هنحل مع بعض أول exercise في chapter 4 methods of integration. الموضوع بسيط جدا إن شاء الله ونقدر نصنفه على عدة أشكال. الشكل الأول من أشكال ال questions اللي هو اللي نقدر نعمل simplification، فبالتالي يبقى ال integration حاجة عادية جدا ونقدر نطبقها. زي إيه؟ يعني أنت لو قال لك integration وإدالك brackets وبعدين في تحت عندك هنا مثلا x power 2 plus 10x plus 25، وتحت عندك هنا مثلا root x plus 5. الكلام اللي فوق ده يا شباب هو عبارة عن perfect square، وارجع لفيديو بتاع الفاكتورايزيشن اللي هو الريفيجن بتاع الفاكتورايزيشن موجود على القناة، وضروري جدا تبقى فاهم السمبليفيكيشن والفاكتورايزيشن بيتعمل ازاي. ده عبارة عن integration x plus 5 all power 2 over root x plus 5. جميل جدا. طب الكلام ده عبارة عن ايه؟ الكلام ده عادي جدا، ده هو x plus 5 مرة power 2 مرة power half بس تحت، فهتبقى x plus 5 all power 2 minus half اللي هي تقدر تشيلها دي half، يبقى تقدر تشيلها وتقول عليها 3 over 2 يعني power 3 over 2. كده السؤال ده الفانكشن اللي جوه بقت لينير، واحنا قلنا ان لما يكون الفانكشن اللي جوه لينير يبقى انت اصلا مفيش اي مشكله بتواجهك. ليه؟ لانك هتعمل انتجريشن وذ ريسبكت تو باور، يعني هتبقى عباره عن اكس بلس 5 ونزود للباور 1 هتبقى 5 اوفر 2، وهنا تايمز 2 اوفر 5. قلنا 2 اوفر 5 دي ليه؟ لان انا المفروض اعمل اوفر 5 اوفر 2 اللي هو اوفر الباور الجديد، مش احنا قلنا بنزود للباور 1 اوفر الباور الجديد؟ طب انا بقى عشان الباور فراكشن أو الدينومينيتور فراكشن فهطلعه يبقى فوق عادي بس هيبقى مقلوب، يعني بدل ما هو 5 أوفر 2 يبقى 2 أوفر 5. يبقى دي فكرة من الأفكار بتاعت الفاكتورايزيشن. في أفكار تانية كتير في الفاكتورايزيشن، كان من ضمنها مثلا إن يجي لك سؤال عادي كده أهو x ماينس 3 وهنا يجيب لك x باور 2 ماينس 9 ودي دي باور x. طيب كده انت دايما بتروح لما تشوف فراكشن، ودي حاجه هنقولها دلوقتي، بتروح تشوف مين ديريفيتيف مين، لكن سيبك من الكلام ده دلوقتي. ليه؟ لان اللي فوق مش ديريفيتيف اللي تحت، هو اصلا الديجري بتاعته اعلى. اذا في فاكتورايزيشن، هو مش ده عباره عن اكس بلس 9 سوري بلس 3 في اكس ماينس 3؟ اه طب ما انا هشيل الاكس ماينس 3 مع اكس ماينس 3 بقت كلها اكس بلس 3 دي اكس. جميل جدا، يعني ده هيبقى انتجريشن عادي جدا وطبيعي. طب ايه قصة بقى الانتجريشن مع اللينير فانكشن اللي عليها باور؟ برضو الموضوع سهل، كل اللي انت هتعمله كده هتقول لي ادي انتجريشن وادي مثلا لينير فانكشن وليكن 4x بلس 7، دي لينير يا جماعة. يعني ايه لينير؟ قلنا يعني الاكس باور 1، وهنا في اي باور وليكن 3. كل اللي انت هتعمله يا جميل ان انت هتاخد البراكت 4x بلس 7 تزود للباور 1 اوفر الباور الجديد times 1 over derivative اللي جوه ال brackets اللي هو derivative linear function اللي هو 1 over 4. ده برضو كان شكل مهم جدا من أشكال الأسئلة. برضو كان في حاجة سهلة ومن الأسئلة الشهيرة، يعني سؤال بذاته بيتكرر وفي فكرة حلوة أنت المفروض أنك أنت تبقى عبقري وتعرف تحلها لوحدك. إيه هي؟ لما يقول لك integration ال x over the root x. هو مش ال x دي عبارة عن root ال x times root ال x؟ آه يبقى روت الاكس راحت مع روت الاكس، بقى انتجريشن روت الاكس دي اكس. ليه انتجريشن اكس باور هاف؟ وطبعا هتشتغل عادي بنفس الطريقه، هتزود الباور 1 اوفر الباور الجديد تبقى اكس باور 3 اوفر 2 ودي 2 اوفر 3 بلس سي. طبعا كل الانتجريشنات اللي اتعملت دي المفروض يبقى فيه بلس سي جنبها. كان برضو من الحاجات الشهيره جدا واللي ممكن نحتاجها واحنا بنحل، اللي هي فكره ازاي يكون في شكل مباشر. يعني ايه شكل مباشر؟ يعني يقول لي integration dx integration 7 dx integration 0 dx integration h dx وال h دي constant. integration dx يا جماعه دي كانها integration 1 dx، كانها integration 1 dx، وintegration 1 انا قلت ان هي x، يعني integration اي constant بنحط جنبه x. طب integration 7 يبقى integration 7 سوري هنشيل الانتجريشن تبقى 7x، طبعا كله بلس سي. انتجريشن الزيرو هي عباره عن سي بشكل مباشر، وانتجريشن الاتش هتبقى اتش اكس بلس سي. تمام جدا، تمام جدا يا شباب.
برضو يا شباب احنا مش بنشرح، احنا بنفكر بعضنا ببعض الرولز اللي اتقالت في الشرح علشان نعرف نستخدمها كويس. كان عندي ايه كمان في درس الانتجريشن او من الافكار بتاعت الانتجريشن ممكن تساعدني وتبقى حلوة، كان في فكرة انه يكون في multiply لتو functions والتو functions دول واحدة منهم derivative التانية، يعني لما كان بيبقى f dash of x وري f of x. طب دي كانت بتبقى عبارة عن ايه؟ تعالوا نشوف الكلام ده بشكل مباشر. وانا لو قلت integration وادي مثلا 4x power 2 plus 3 وهنا 8x dx، الانتجريشن بتاعها هيبقى عباره عن ايه؟ اول ما تشوف مالتبلاي لتو فانكشنز هتسال نفسك سؤال. طبعا في الحاله دي انت ما تتعبش نفسك، دخل ال 8x جوه البراكتس صح، لكن في مشكله بقى مش هنقدر ندخل في الحاله بتاعتها ال 8x جوه البراكتس. ايه هي يا جميل؟ لو كان البراكتس ده اصلا عليه باور، طب ما هو الباور ده مختلف عن ده، خلي بالك انه لو الباور ده هو ده ينفع تدخل دي جوه او في ديفيزيبيليتي بينهم وهنشوف دلوقتي. يعني لو قال لي 8x واللي جوه 4x باور 2 بلس 3 اول باور 3، روح دور على طول ديريفاتيف اللي جوه ده ايه يا جميل؟ هتقول لي 8x. هو اللي بره اه، يبقى انت هتشتغل هتشيل الديريفاتيف وتشتغل with respect to power على طول. يعني هيبقى الانتجريشن عباره عن 4x باور 2 بلس 3 اول باور 4 اوفر الباور الجديد اللي هو 4. طب لنفترض ان بقى السؤال ما كانش كده، كان نفس السؤال اللي فات ده مثلا بس هنا x وهنا 4x باور 2 بلس 3 all باور 3 وادي دي x. طب ما هو ديريفيتيف اللي جوه ب 8x واللي بره دي مش 8، ما هو يا حبيبي انت اتعلمت في الماس من اول السنه عادي تحط 8 بره و 1 اوفر 8 جوه، بقى ده هو الديريفيتيف. يعني الموضوع سهل جدا وتشتغل بقى، هتبقى نفس السؤال ده بس هنحط هنا 1 اوفر 8. طب احنا كمان ممكن يحصل معانا ايه؟ ممكن يقول لي مثلا انتجريشن ويروح قايل لي ادي اكس مثلا ويروح حاطط هنا روت، وتبص تلاقيه جوه الروت في 1 اوفر اكس باور 2 بلس 1 اوفر اكس. ده من الاشكال الشهيره برضو اللي بتيجي في الامتحانات وبنقعد نلف حوالين نفسنا ولا تلف ولا حاجه. الاكس تنفع تدخل جوه السكوير روت؟ يا مستر ثواني، حضرتك قلت دلوقتي ان لازم يكون الباور بتاع الاكس هو نفس الباور بتاع اللي جوه الروت، ازاي؟ يعني انا فعلا قلت كده، قلت انتجريشن الاكس مثلا باور 5 ودي عباره عن اكس باور مثلا 4 بلس 1 اول باور 5. لما الاكس اللي بره دي باور 5 والباور ده 5، انت لو دخلت دي جوه هتبقى عباره عن اكس باور 5. بغض النظر عن السؤال ده كده لسه ناقص حاجه عشان نعرف نعمل له انتجريشن، يعني الاكس باور 5 دي لما تدخل جوه هتبقى عباره عن ايه؟ هتبقى عباره عن اكس باور اكس باور 1 سوري. ليه؟ انت بتاخد الباور اللي بره ده وبتعمل له ديفايدد الباور اللي جوه البراكتس وانت داخل. طب ما هنا نفس الكلام، هو مش ده عباره عن انتجريشن والبراكتس الجميل ده عبارة عن باور هاف اللي هو الروت ده باور هاف؟ طب لو عملنا x باور 1 ال 1 ديفايدد هاف تطلع 2 صح؟ يبقى الاكس العادية لما تدخل جوه السكوير روت تقلب بx باور 2، فهتبقى x باور 2 اوفر x باور 2 بلس x باور 2 اوفر x، ما بيبقاش في حاجة بره. ده طبعا راح ب 1 وده كده بقى x، يعني بقت لينير وعليها براكتس. هنشتغل بقى بالطريقة اللي فاتت. طيب الكلام ده دايما بيحصل كده، اه كتير قوي بيجيني مسائل بتتحل بالشكل ده. يعني يا شباب المفروض ان احنا نبقى عارفين انه اصلا انا لو عندي اكس وعايز ادخلها جوه سكوير روت، دي حاجه المفروض ان انت تبقى عارفها من زمان، بتعمل لها اكس باور 2. لو عندك اكس وعايز تدخلها جوه كيوبيك روت بتعمل لها اكس باور 3. تمام، دي حاجات كده يعني شائعه والمفروض ان انت تكون كنت عارفها من زمان. الحاجة التانية بقى اللي هو شكل من أشكال الأسئلة المشهور اللي هو فكرة احنا قلنا لما يكون multiply of two functions وواحدة منهم derivative التانية. طب لو في division of two functions وواحدة منهم derivative التانية، دايما بندور على هل اللي فوق derivative اللي تحت؟ خلي بالك بقى علشان في عندي أكتر من كيس. إيه هي بقى؟ الكيس الأولى إنه يكون عندي مثلا 4 في x plus 5 أو 2x plus 5 مثلا، وتحت يبقى عندك x باور 2 بلس 5 x.
دلوقتي ده مفيش هنا فاكتورايزيشن اصلا هيمشي معايا، ومش هعرف اتعامل مع السؤال. ولكن هتيجي تبص كده، هل اللي فوق ده ديريفاتيف اللي تحت؟ اه، الديريفاتيف بتاع اللي تحت ده هو عباره عن 2x بلس 5، يعني نفس الكلام اللي فوق. طب ما خلاص كده الدنيا بقت سهله وجميله، يبقى انت هتعمل ايه؟ هتقول لي ما دام اللي فوق ديريفاتيف اللي تحت، يبقى الانتجريشن ايكوالز لين ابسوليوت اللي تحت. الكلام ده اخدناه على فكره في شابتر 2. طيب لو كان نفس السؤال ولكن ده كده مش 4x بلس 5، يعني ده كده اهو انتجريشن، مش 2x بلس 5، انتجريشن مثلا 4x بلس 10 والكلام اللي تحت ده زي ما هو، هتعمل ايه؟ لو اخدنا كومن فاكتور من فوق 2، لو اخدت 2 كومن فاكتور من هنا وخرجتها بره، هيبقى ده عباره عن 2x بلس 5، وادي التول هو الكومن فاكتور. بقى اللي فوق ديريفيتيف اللي تحت هيطبق نفس الرول اللي فات. لكن خلي بالك بقى، ده الكلام واللين في حاله ان اللي تحت ده يبقى اول باور، الدينومينيتور اول باور 1 يعني معلوش باور. انما لو كان في عليه روت مثلا او باور، يعني لو كان نفس الكلام اهو 2x بلس 5 وادي دي اكس وادي باور، وليكن اكس باور 2 بلس 5x اول باور 3. الكلام ده في الحالة دي هيبقى مختلف ولا لا؟ طبعا هيبقى مختلف تماما. ليه؟ لأن أنت عندك هنا الانتجريشن، طبعا اللي فوق ده هو ديريفيتيف اللي جوه الروت، والروت ده يعتبر براكتس باور كام يا جميل؟ باور هاف. يعني لو طلعته فوق هيبقى باور نيجاتيف هاف، يعني السؤال ده أصلا السمبليفيكيشن بتاعه هيبقى عبارة عن إيه؟ أدي 2 وأدي انتجريشن و2x بلس 5، خلي بالك، وده كده هيبقى x باور 2 بلس 5 all power كام؟ negative half. كده هنعمل ايه؟ هنزود للباور 1 over الباور الجديد، يعني هتعمل هنا بلس 1 اللي هي تطلع باور كام؟ باور 3 over 2 over الباور الجديد. فالحل في الاخر هيبقى عبارة عن 2 over 3، طبعا في 2 اللي بره دي موجودة زي ما هي، يبقى 2 over 3 والديريفاتيف راح، فضل عندي x باور 2 بلس 5 all power sorry negative half يا شباب بلس 1 deep half، دي تطلع هاف، يعني ده عبارة عن 2 over 1، ده 2 over 1، يبقى ده باور كام؟ باور هاف اللي هي تبقى square root. طيب في الحالة دي هنعمل ايه؟ نفس الكلام، ده عبارة عن integration، ادي 2x plus 5 وادي x power 2 plus 5x والباور negative 3، وقلنا بلاش ذكاء، محدش يقول لي negative 4، لا دي negative، لما بنزود لها 1 هتبقى negative 2. يبقى طبعا الديريفيتيف ده راح لان هو ده الديريفيتيف اللي جوه، هيفضل عندي ايه؟ x باور 2 بلس 5x اول باور نيجاتيف 2 اوفر نيجاتيف 2 وادي بلس ايه؟ بلس c. طيب كده قلنا جزء من الافكار. طب في حاجه تاني ممكن تتقال؟ اه طبعا في حاجه تاني ممكن تتقال. كان في شكل من اشكال المسائل الشهيره عندي اللي هو فكره ازاي نعمل integration، ازاي نعمل integration لسؤال فيه لين اكس. طبعا لين اكس بس دي هناخد الانتجريشن بتاعها يعني في الجزء القادم، في الجزء اللي هو بتاع integration by parts. لكن في الجزء ده بتاع النهارده احنا مش هناخد الجزء بتاع الباي بارتس، هنخليه في جزء مستقل. فانا هقول integration مثلا لين اكس اوفر اكس وادي دي اكس. ايه الكلام الجميل ده؟ هو مش دي عباره عن انتجريشن 1 اوفر اكس تايمز لين اكس دي اكس؟ ايوه، يعني ده هو عباره عن ديريفيتيف ده، يبقى انت كل اللي انت هتعمله هتزود للباور 1 اللي هي بدل ما هي لين هتبقى لين باور 2 اوفر 2 بلس سي. طب افرض ان هي لين باور 7، هتزود 1 فهتبقى باور 8 اوفر 8 بلس، ما دام انه ده هو عباره عن ديريفاتيف ده، اللي هو هعتبر ان هي واحده من الكيسز الاولانيه. كان في عندي حاجه برضو تانية شهيره اللي هي مثلا زي 2x وادي e باور x باور 2. طيب دلوقتي ده هو ديريفاتيف الباور، خلي بالك بقى هنا، ده هو ديريفاتيف الباور. طب لما ده هو ديريفاتيف الباور يبقى الانتجريشن ايكوالز ايه؟ ايكوالز e باور x باور 2 زي ما هي، ده في حاله الاي بتفضل e زي ما هي، ده في حاله ايه؟ ان يكون جنب الاكسبوننشال فانكشن في الديريفاتيف بتاع الباور.
طيب يا شباب، الجزء الأخير اللي هو الـ Integration by Parts، وده جزء ممتع جدا، وده هو الجزء اللي بيجي عليه أكتر حاجة في الامتحانات. برضو في الـ Integration by Parts أنا عندي مشكلة إن أنا بيبقى عندي Integration وعندي two functions، وليكن مثلا في function خلينا نقول f of x وهنا g of x. في الـ Integration by Parts لما يقول إن Integration f of x times g of x with respect to x مثلا، يبقى انت هتجزأ السؤال بتاعك لجزئين. طبعا هتقول لي طب ما هو انا كنت باخد من شويه multiply. خلي بالك ان كل الاسئله اللي فاتت ما عدا اكزامبل واحد بس كان فيها ايه، كانوا التو فانكشنز algebraic فانكشنز او polynomial فانكشنز، اللي هي مثلا x باور 2 بلس 1 2x بلس 3 x مش عارف ايه، يعني لا كان فيه لين ولا لوج ولا اي ولا الكلام ده ما عدا السؤال بتاع الاي لما كان يبقى ايه، لما كان يبقى e باور مثلا 3x باور 2 وهنا 6x، يعني ده هو derivative الباور، ده الحالة الوحيدة اللي احنا خدناها. طيب في الحالة دي الفانكشنز هيبقى شكلها ايه؟ هيبقى شكلها زي الحاجات اللي انا هقولها دلوقتي. يعني انا هقول دلوقتي examples كده وبعدين هقول هنحل ازاي. يعني مثلا لو قال لي x sin x، ده كده سؤال. لو قال لي integration مثلا x ln x، لو قال لي integration 2x باور 4 ساين اكس، اي حاجه وات ايفر مكان. لاحظ ان انت عندك انواع مختلفه من الفانكشنز، او مثلا 4x اي باور 2x باور 3 بلس 4x مثلا. طبعا ده مش ديريفيتيف ده، ومش هعرف اوصل للديريفيتيف بشكل سهل. طيب كل ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن خليط من الفانكشنز، في انا عندي ميكس كده في فانكشنز مع بعض. الفانكشنز دي بتاخد اولويه في الديريفيتيف. الاولويه بتاعت الديفرنشيشن بتاعتي ماشيه ازاي؟ قال لي ان انا عندي لوغاريتمك فانكشنز اللي هي لين ولوج، وعندي الجبريك فانكشن اللي هي البولينوميال فانكشن، وعندي تريجنومتريك فانكشنز اللي هي الساين والكوساين والتان والسيك والكوسيك والكوتان، وعندي اكسبوننشال فانكشن اللي هي غالبا بتكون الاي. يبقى انا عرفت يا جماعه يعني ايه ال، ويعني ايه، ويعني ايه تي، ويعني ايه اي. ده لوغاريتمك فانكشن اللي هي لين ولوج، ودي الاكس الالجبريك فانكشن اللي هي الاكس والاكس باور 2 والحاجات دي، والتي اللي هي التريجنومتريك فانكشن، والاي اللي هي الاكسبوننشال. طب ايه قصه الاولويه بتاعت الديفرنشيشن؟ بص يا سيدي، انا هنا بقول ايه، لو عندي فانكشن مثلا وليكن ناخد اكزامبل زي ده. طب ما خدناش الاكزامبل ده ليه؟ خلي لي بالك انت ما خدتش الاكزامبل ده ليه؟ لان ده في نوع معين من المسائل بيفضل يحصل فيها تكرار تكرار تكرار، وبنحلها بشكل مختلف، ودي هنشرحها وهناخدها واحنا بنحل او في الريفيجن، لان هي مهمه وبتيجي في الامتحان. لكن هنا هنعمل ايه؟ ركز معايا يا جميل. هنا هتقول انه انت عندك هنا مثلا ليت، يبقى انت هتاخد مين؟ هنا في الجبريك، دي الجبريك ودي تريجنومت. لا معلش انا قلت هحل دي الاول، دي الجبريك ودي لوغاريتمك، يبقى دي اللي هتاخد الديريفاتيف. يبقى انا هكتب كده ديف واكتب انت، وهاخد اللي هعمل لها انتجريشن اللي هي مين؟ اللي هي الاكس، واللي هعمل لها ديريفاتيف اللي هي مين؟ اللي هي اللين. طب اشمعنى؟ لان اللين بتاخد اولويه في الديفرنشيشن، دي حاجه. الحاجة الثانية انك ما بتعرفش تعمل انتجريشن للين الاكس، مع ان دلوقتي هعملها لك دلوقتي قدامك، اعلمك ازاي ممكن تعمل انتجريشن للين الاكس. طيب دلوقتي بعد ما عملت الكلام ده هنعمل ايه؟ هروح اعمل ديفرنشيشن للاكس، هتبقى 1 اوفر اكس، وانتجريشن للاكس دي فهتبقى هاف الاكس باور 2. الكلام ده جميل جدا. بعد كده بنعمل ايه يا جميل؟ بتاخد الفانكشن الاولى اللي انت هتعمل لها ديريفيتيف وتعمل لها ده تايمز ده ماينس انتجريشن ده في ده، يبقى دي طريقه الحل. هي دي طريقه الحل. طب انا مش عارف هكتب الاجابه ازاي، هروح اقول له انتجريشن اكس لين اكس ايكوالز ده تايمز ده يا جماعه، اللي هو عباره عن هاف اكس باور 2 لين اكس، اهي كده خارج اي انتجريشن، ماينس انتجريشن ده في ده، ادي هاف ودي x باور 2 تايمز 1 اوفر x بx. كده ده تعرف تعمل له انتجريشن ولا لا؟ بكل سهوله ويسر، اللي هو هاف x باور 2 لين x، دي خلاص اصلا اتعملت مفيش عندها انتجريشن، ماينس وهاف x الانتجريشن بتاعها بايه؟ x باور 2 اوفر 2 مع الهاف تبقى اوفر 4 بلس c. بس كده؟ والله بس كده. يعني كده السؤال خلص؟ يعني كده السؤال خلص.
طب نوعية الأسئلة بتيجي إزاي؟ هنشوف. ده نوع من أنواع الأسئلة اللي أنت بتطبق عليها بشكل مباشر، وأنا قلت لك دلوقتي من شوية إن أنا هعلمك إزاي تعمل انتجريشن للينكس لوحدها. تعالوا نشوف إزاي نعمل انتجريشن للينكس لوحدها. لو جه السؤال وقال انتجريشن لينكس، هتعتبر إن هي عبارة عن إيه؟ انتجريشن 1 تايمز لينكس. دي لوجاريتمك فانكشن ودي إيه؟ الجبريك فانكشن. ال1 ده يا جماعة أو الكونستانت بتعتبره الجبريك فانكشن. يبقى أنا على طول هروح قايل له ديف وانت. اللوجاريتمك فانكشن تاخد ديفرنشيشن يبقى ادي لين، واللوجاريتمك فانكشن تاخد 1. ده نعمل لها ديفرنشيشن تبقى 1 اوفر اكس لان دي لين اكس، والانتجريشن بتاع ال1 هو عباره عن اكس بس كده يا جميل. خلص السؤال اللي هي اكس تايمز لين اكس، ادي اكس لين اكس ماينس انتجريشن x times 1 over x اللي هي integration 1 dx اللي هي بx، يعني تطلع في الآخر x ln x minus x plus c، واعمل derivative للكلام ده هترجع للشكل الرئيسي. طيب في سؤال بيجي في الحتة دي كده وبيحصل لنا فيه لخبطة، ايه هو؟ تعالوا نشوف في نفس الجزء ده بتاع الderivative والintegration في سؤال معين بيجي مشهور وبيعمل لنا شويه لخبطه في الحل، مع انه هو سهل مباشر جدا. كل المطلوب منك انك تعرف الرول اللي انت بتطبقها ايه علشان تقدر توصل للحل من خلال الشكل اللي مكتوب قدامك. طيب ايه الجزء اللي ممكن يجي لنا عليه سؤال هنا؟ هو اصلا الرول بتاعت الدرس كانت بتقول ايه، اللي هي الرول اللي احنا على فكره بنطبقها من الصبح في الباي بارتس، انه انتجريشن الزد دي واي هي عباره عن ايه؟ واي زد minus integration y dz. الكلام ده عادي، انت عبارة عن integration لتو functions، واحدة بتعمل لها integration اللي هي dy دي هتبقى y والزد بتنزل زي ما هي minus، وبتعمل بقى integration وتعكس. انا نزلت مين زي ما هي؟ نزلت الزد زي ما هي صح؟ هعمل لها بقى derivative times integration dy اللي هي y times dz. حلو الكلام؟ طيب الكلام ده بقى بيجي لي في الاسئله ازاي؟ هيجي لك انتجريشن ويقول لك مثلا سؤال زي ده كده، ادي 4x بلس 7 مثلا، وادي e باور 10x بلس، ادي 10x بلس 1. طبعا انت مين اللي هتعمل لها اولويه الديفرنشيشن يا شباب؟ اولويه سوري الديريفيتيف في الاكسبوننشال. ليه؟ في الالجبريك، لان الاكسبوننشال دي دايما بتاخد انتجريشن، دايما بتاخد ايه؟ انتجريشن. فبالتالي انا هفترض ان هي ايه؟ اللي هتاخد انتجريشن دي انا هفترض ان هي عباره عن الدي واي، واللي هتاخد ديريفاتيف اللي هتاخد ديريفاتيف دي انا هفترض ان هي مين؟ الزد. فهروح قايل له ان الانتجريشن ده عباره عن مين؟ خلي بالك انت اصلا لو جيت تحل دي هتحلها ازاي؟ هتعمل لي انتجريشن للكلام ده اللي هي 1 اوفر 10 اي باور 10 اكس بلس 1، ده الانتجريشن. والديريفاتيف الجميل ده بكام؟ ب 4. بص بقى على السوليوشن بتاعك هيبقى عباره عن ايه؟ هيبقى عباره عن ده تايمز ده ماينس انتجريشن ده في ده. طيب لو جه بقى سالك في الامتحان بيسالك على ايه؟ يا اما بيقول لك الواي زد ايكوال، يا اما بيقول لك الواي دي زد ايكوالز. هو السؤال دايما بيجي كده، يا بيجي لك الواي زد ايكوالز مين، يا اما الواي دي زد ايكوالز مين. لو قال واي زد يا شباب يبقى احنا هناخد الملتبلاي الاولاني اللي هو ده تايمز ده اللي هي هتبقى كام؟ 4 e power 10x plus 1. جميل جدا. لا لسه احنا ما عملناش الانتجريشن، يبقى 4 times e power dx plus 1. يبقى كده احنا خلصنا ده الاول. طب الثاني بقى اللي هو عباره عن ايه؟ لو اتسال على الجزء الثاني اللي هو minus integration ده اللي هو minus integration، خلي بالك ان ده اصلا في الرول هو minus integration، فهو هيقول لك ال y dz لوحدها هتكتب له ايه؟ أنا عندي هنا minus integration 4 times الكلام ده اللي هي تطلع 2 over 5 e power 10x plus 1 طبعا plus c. سيبك من plus c لأن دي مش جزء من الإجابة. يبقى لما هو يسألك يقول لك ال y dz دي مين، هتقول له هي equals الكلام ده. الكلام ده مهم جدا ومش هتفهمه غير وأنت بتحل أسئلة بشكل مباشر. دي كده كانت بعض الأفكار الرئيسية والشهيرة في الدرس بتاع النهاردة، وهنبدأ مع بعض نحل الإكسرسايز بسهولة إن شاء الله وما يكونش عندي فيه مشكلة. بس أهم حاجة يا شباب إنه كل فكرة وإحنا بنحلها نحاول نركز فيها ونحاول إن إحنا نعرف
ايه الفايدة اللي ممكن نستفيدها منها علشان نحل افكار مشابهة. اخر حاجة معلش برضو قبل ما ابدأ، كان في جزئية انا يمكن نسيت اقولها في الاول، اللي هي ان انا علشان اطبق الرول بتاعت الانتجريشن ان انا بزود للباور 1 اوفر الباور الجديد، في شرط ان الباور ده ما يبقاش باور نيجاتيف 1. ليه؟ لان انا لو زودت نيجاتيف 1 بلس 1 هتبقى اكس باور 0 اوفر 0، فده الكلام مش حقيقي، لان انتجريشن الاكس باور نيجاتيف 1 هي عباره عن لين اكس. طبعا الكلام ده احنا قلناه في الشرح، بس انا في السمري هنا افتكر دلوقتي ان انا يمكن اكون ما قلتهاش في البدايه. ونبدا بسم الله الرحمن الرحيم. أول سؤال معانا يا شباب بيقول integration x power n equals x power n plus 1 over n minus 1 such that ال n does not equal. سؤال مهم جدا وسهل جدا. ال power الوحيد اللي ما بنقدرش نطبق فيه الرول بتاعت ال integration اللي هي بنزود لل power 1 over power الجديد، هو في حالة إن ال power يكون power negative 1. دي حاجة إحنا عارفينها وقلناها في الشرح. إزاي؟ لو أنا افترضت إن هي x power negative 1 هي ال 1 over x، طبعا ال 1 over x ده المفروض إن هو ما بيكونش ايه؟ المفروض انه ما ينفعش نزود له للباور 1 اوفر الباور الجديد. ليه؟ لان لو انا افترضت ان هو اكس باور نيجاتيف 1، ما هو ال 1 اوفر اكس ده يعني اكس باور نيجاتيف 1، لو زودنا هنا بلس 1 هيبقى 0. طب انا ينفع احط اكس باور 0 اوفر 0؟ لا طبعا الكلام ده مش ممكن، وبالتالي الشرط عشان اقدر اطبق الرول دي ان الاكس تكون سوري ان الباور ما يكونش ايكوالز نيجاتيف 1. تعالوا نشوف السؤال اللي بعده. هنا بيقول لي على طول integration 6x power 5 times 1 minus 1 over x all power 5. خلي بالك وركز معايا جميل، انت عندك هنا ايه؟ عندك هنا x power 5 وعندك البراكتس power 5، ودي من الكيسز. انا قلت ان الدرس ده مش محتاج مننا summary، ده محتاج مننا ان احنا نركز في كل step واحنا بنحل. طيب دي x power 5 ودي 1 minus 1 over x power 5، ما دام الباور بتاع الاكس هو نفس الباور ده يبقى دي تدخل جوه وتبقى x واحده، هتبقى x a power 1. طب لما تدخل جوه ادي integration وادي 6، x power 5 لما تدخل جوه البراكتس اللي هو all power 5 هتبقى هنا x واحده minus 1 over x اللي هي 1. يا سلام ادي power 5. طب الكلام ده equals ايه؟ ادي dx. خلي بالك ان اللي جوه linear يبقى انا هطبق الطريقه الاولى اللي هي ايه؟ هنعمل integration with respect to power، يبقى هنزود لل power 1 over الباور الجديد، هتبقى ايه؟ x minus 1 power 6 over 6 ودي times 6، صح؟ طيب plus c. بس خلي بالك في حاجة تانية، إيه هي؟ times derivative اللي جوه البراكتس وderivative اللي جوه البراكتس ب 1، يبقى مفيش مشاكل، ال 6 دي راحت مع دي، فضل عندي إيه؟ x minus 1 all power 6 plus c، يبقى أدي ال x minus 1 all power 6 plus c اللي هو الإجابة b. Question 3 integration. الكلام اللي قدامي ده أول حاجة هروح أبص، أنا عندي هنا 2 اللي هو 2 terms اللي هو الفراكشن في numerator ودينومينيتور. كنا بنقول إيه؟ كنا بنقول إن في الفراكشنز دايما هشوف هل اللي فوق هو derivative اللي تحت؟ طبعا مفيش الكلام ده لأن هنا في power 7. طب هنعمل إيه هنا بقى؟ ولا حاجة. هل اللي فوق ده ليه factorization معين ممكن يوصله لي للشكل اللي تحت؟ أه طبعا، ده 4x power 2 minus 4x plus 1، وانا قلت لكم يا جماعه راجعوا الفيديو بتاع الفاكتورايزيشن. لما نعمل فاكتورايزيشن ده بيرفكت سكوير، يعني الفاكتورايزيشن بتاعه عباره عن ايه؟ 4x power 2 الروت بتاعها يعني 2x minus وادي ال 1 all power 2، صح؟ وده كله all power 7، ايه الجمال ده؟ over 2x minus 1 all power 2. طب ما هو مش كده اللي فوق هو عبارة عن 2x minus 1 all power 14؟ أيوة، واللي تحت نفس الترم نفس الاكسبريشن ده، بس ايه؟ بس power 2، يبقى هعمل minus 2، فبالتالي ده عبارة عن ايه؟ 2x minus 1 all power 12. طب الانتجريشن بتاع الكلام ده ينفع ولا ما ينفعش؟ طبعا ينفع وسهل جدا. ليه ينفع؟ انا قلت ان انا ببص على اللي جوه البراكتس، هل هو لينير الاكس باور 1؟ ايوه، يبقى انا خلاص هشتغل عادي. نشتغل ازاي بقى يا جميل؟ احنا هنعمل انتجريشن وذ ريسبكت تو باور، يعني ادي 2x minus 1 all power 13 over، خلي بالك ادي 13 divided derivative اللي جوه البراكتس اللي هو divided 2، يبقى هنا هنحط تايمز 2 في الدينومينيتور، يبقى الكلام ده عبارة عن ايه؟ 2x minus 1 all power 13 over 26 plus c.
فين الكلام ده؟ اللي هو over 26 وادي power 13، يبقى هو الاختيار B. نشوف السؤال اللي بعده اللي هو question number 4. طبعا برضو هنفكر بنفس الطريقة اللي هي ايه، ان احنا نبدأ نشوف ايه الريليشن بتوين اللي جوه البراكتس واللي بره البراكتس. هو دلوقتي ده براكتس وده اكسبريشن، هو بيقول لي ان الانتجريشن هنا البراكتس اكس باور ان بلس 1 زي ما هو، بس هو زود للباور 1 اوفر الباور الجديد. طب ده معناه ايه يا شباب؟ ده معناه بكل بساطة انه اللي بره ده هو عبارة عن مين؟ ما هو ما عملش لا تايمز ولا ديفايد ولا أي حاجة، يبقى اللي بره ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن ديريفيتيف اللي جوه البراكتس. طب هو ديريفيتيف اللي جوه البراكتس هو عبارة عن إيه؟ إن إكس باور إن ماينس 1 إيكوال 3 إكس باور 2، يبقى الـ إن بكام يا جميل؟ تبقى الـ إن بـ 3، يعني الاختيار B هو الاختيار الصحيح. نشوف question number 5. طبعا هنا بيقول integration ودي x power 2 dx over 2 x power 3 plus 1 ودي square root تحت. طبعا أول ما بيكون في عندي هنا fraction بنقول هل اللي فوق هو عبارة عن derivative اللي تحت؟ لا، لأن derivative اللي تحت هيبقى فيها root. طيب هل هو derivative اللي جوه الروت؟ لا برضو، بس of the same degree، لأنه derivative اللي جوه الروت ده عبارة عن إيه؟ 6x باور 2. طب ما دي x باور 2 ينفع نخليها 6؟ طبعا ينفع. هنعمل ايه؟ هنحط هنا بره 1 اوفر 6 وجوه هنا هنحط 6x باور 2 وادي دي x اوفر. تحت عندنا ايه؟ ادي براكتس وادي 2x باور 3 بلس 1 اول باور هاف، صح؟ كده انا ممكن اظبطها برضو بشكل تاني واقول ان ده 1 اوفر 6 وادي 6x باور 2 ودي 2x باور 3 بلس 1 all power negative half. الكلام ده جميل جدا. ودي dx هنا بقى، هل اللي بره ده هو derivative اللي جوه الروت البراكتس؟ ايوه بالظبط كده، يبقى انت بتشيل اللي بره وتزود للباور 1 over الباور الجديد، فادي 1 over 6 زي ما هي، ودي اهي 2x باور 3 بلس 1، هنزود هنا 1 للنيجاتيف هاف فهتبقى هاف over الباور الجديد يا جماعة، يعني times 2 over 1. احنا قلنا ان لما يبقى over fraction يعني over half تطلع فوق تبقى times 2 over 1. في simplification تبقى 1 over 3 وادي root 2x power 3 plus 1 plus c. طيب الكلام ده ايه؟ لو بصينا هنا هنلاقي ادي root وهنا في n، يبقى ال n equals كام؟ equals 1 over 3، يعني برضو هو الاختيار. شفت الدنيا سهلة وجميلة ازاي؟ بس أهم حاجة إن احنا نكون فاهمين بنعمل إيه علشان نعرف نكمل صح. هنا integration d over dx للكلام ده، إيه ده؟ هو يعني إيه integration d over dx للكلام ده يا جميل؟ يعني ولا حاجة. إزاي يعني ولا حاجة؟ هو لما يقول لك integration d over dx وأي function في الدنيا with respect to x، يعني ده integration derivative صح؟ وانتجريشن ديريفيتيف يسيب الفانكشن زي ما هي، يبقى هيبقى الاجابه نفس الفانكشن بس بلس سي، اللي هي اكس باور 5 بلس روت الاكس بلس سي اللي هو الاختيار دي. ده كان كويشن نمبر 6. كويشن نمبر 7 بقى بيقول انتجريشن 1 اوفر اكس دي اكس لان الاف داش اوف 2 ايكوالز كام؟ اذا كانت الفانكشن هي عباره عن انتجريشن 1 اوفر اكس، طب ما هو 1 over x الانتجريشن بتاعها بلين ابسليوت الاكس، الكلام ده اخدناه في شابتر 2. يبقى انا كده ال f of x equals مين؟ لين ابسليوت الاكس اللي هي عباره عن ايه؟ اللي هي عباره هو عايز ال f داش. طب ثواني بقى، ده كده الفانكشن ال f داش of x هي عباره عن ايه؟ 1 over x تاني، وده نفس المعنى اللي فوقه، ان انا هنا عندي انتجريشن فانكشن، يبقى الديريفيتيف بتاع الفانكشن هو عبارة عن الفاليو اللي قدام الفانكشن. طب ادي 1 over x، طب ما هو 1 over x وهنا بيديني ال f داش لمين؟ لل 2، يبقى على طول 1 over 2. يعني الإجابة الصحيحة عندي اللي هي الاختيار D. نشوف question number 8 برضه، الأسئلة سهلة وجميلة وما فيهاش حاجة. هنا عندنا إيه؟ ادي integration. كل الكلام اللي إحنا بنقوله من الصبح يا جميل. هو derivative اللي جوه البراكتس ده براكتس.
derivative اللي جوه البراكتس عباره عن ايه؟ 2x. طب دي x مش 2x، يبقى هخليها ادي انتجريشن وادي هاف وادي 2x. كده انا غيرت حاجه؟ ابدا والله. يبقى دي x باور 2 بلس 3 اول باور 5 وادي دي x. طبعا هنعمل ايه؟ هنقول انه ده هو عباره عن derivative اللي جوه البراكتس، يبقى ادي الهاف زي ما هي، والبراكتس هيبقى x باور 2 بلس 3 اول باور 6 اوفر 6 بلس c. طبعا ال 1 اوفر 2 تايمز 6 تحت يبقى 12، يبقى 1 over 12 x power 2 plus 3 all power 6 plus c اللي هو الاختيار b. نشوف question number 9 على طول بيقول ايه. هنا بيقول لي integration x f dash of x power 2 times f of x power 2 للdx. انا حاسس ان الموضوع فيه لخبطة، ولا لخبطة ولا اي حاجة خالص. هو انا لو اخدت الفانكشن دي الديريفاتيف بتاعها عباره عن ايه؟ اللي هو تعالى كده نفكر، ادي f of x power 2. الديريفاتيف بتاعها عباره عن ايه؟ الديريفاتيف بتاعها اللي هو d over dx هو عباره عن للفانكشن دي، هو عباره عن ديريفاتيف اللي جوه البراكتس اللي هو 2x times f dash of x، صح؟ طب ده موجود منه هنا ايه؟ f dash sorry of x power 2. طب ده موجود منه هنا ايه؟ موجود ال f dash of x power 2 والx فاضل ال 2، يبقى هحط half واقول له integration وادي 2x f dash of x power 2 لل f of x power 2. الانتجريشن بتاعه عبارة عن ايه؟ مادام ده كله هو derivative الفانكشن، طب دي x power 2 صح؟ مادام ده هو derivative الفانكشن يبقى على طول هنزود للباور بتاع الفانكشن 1 over الباور الجديد كأنها brackets، فهتبقى ادي half وادي f of x power 2 all power 2 over 2. طب ما هو over 2 مع الهاف تبقى over كام؟ over 4. يبقى الإجابة هي A. نشوف question number 10 على طول. question 10 بيقول لي عادي نفس الكلام، x f dash of 1 minus x power 2. طب جميل جدا، ركز معايا في الكلام اللي قدامنا ده، نفس الكلام اللي عندنا. طيب هو ال f dash لل 1 minus x power 2، الديريفاتيف اللي جوه ده بايه؟ ب negative 2x. طب دي x، يبقى على طول هقول له ادي negative half ودي integration negative 2x ودي f dash of 1 minus x power 2. كده بقى في عندي ايه؟ ده الديريفاتيف اللي جوه البراكتس تمام، ودي f dash مع integration. طبعا ده معناه ايه؟ ان الانتجريشن يكنسل ال f dash فتبقى f، يبقى هتبقى f of 1 minus x power 2 plus c، وما تنساش النيجاتيف. فين الاختيار ده؟ اللي هو الاختيار c. نشوف السؤال اللي بعده، بيقول integration limit ال h للكلام اللي قدامي ده كله. ايه ده؟ لو انتوا فاكرين ان احنا اشتغلنا في شابتر 1 على الكلام ده بشكل مباشر جدا واتكلمنا عنه، وقلنا ان ده هو عبارة عن ايه؟ ده كله limit when h approach to 0 لل f of x plus h minus f of x over h، ده عبارة عن مين؟ f dash of x، صح؟ وقلنا ان الكلام ده مهم جدا. طب هو كده كأنه بيقول لي integration ال f dash of x اللي هي عبارة عن ايه؟ ترجع لل f of x الاصلية plus c، يبقى هو الاختيار B. نشوف السؤال اللي بعده، question number 12. هنا بيقول ايه؟ هنا بيقول if each of y and z are a function of x integration y dz plus z integration sorry z dy equals a. الكلام ده equals مين يا شباب؟ علشان اعرف لازم ابص في اللي قدامي كده بعين يعني ثاقبه. هو الدي زد ده عباره عن ايه؟ مش ده عباره عن الديريفاتيف بتاع الفانكشن زد؟ يعني زد داش. والدي واي ده عباره عن واي داش. طب ما هو الانتجريشن ده كله هو عباره عن انتجريشن وناخد براكتس، فبقى ايه؟ واي زد داش بلس زد واي داش. ايه ده؟ لو بصيت فيه كده هتلاقي نفسك اخدت الواي في ديريفاتيف الزد بلس الزد في ديريفاتيف الواي، يعني ده كده هو نفسه ديريفاتيف الملتبلاي اوف تو فانكشنز بالظبط كده. يبقى ده هو عباره عن ديريفاتيف الملتبلاي اوف تو فانكشنز،
يبقى ما دام هو derivative multiply of two functions، يعني انا اقدر اكتبه كده اللي هو دي اوفر دي اكس لمين؟ للواي زد. خلي بالك ان دي اوفر دي اكس للواي زد هو عباره عن ايه؟ الفيرست تايمز ديريفيتيف السكند بلس سكند تايمز ديريفيتيف الفيرست، صح؟ اللي هو ده. طب ما انا قلت ان الانتجريشن بعد الديريفيتيف بيكنسلوا الدنيا كلها، فهيبقى الاختيار الصحيح اللي هو واي زد بلس سي، اللي هو الاختيار سي. question 13. question 13 من أسئلة السكول بوك، من الأسئلة المشهورة جدا واللي بيحصل فيها أحيانا لخبطة لأنه هو عبارة عن rule. هو قال لي integration to x plus 3 ln x. أول حاجة أنا انتبهت لها إن دي algebraic function ودي logarithmic function، وأنا قلت في algebraic واللوغاريتمك ما دام في نوعين مختلفين من الفانكشنز مع بعض يبقى ده integration by parts، اللي هو بيمشي على الرول بتاعت مين؟ ليت. ايه هي الليت؟ قلنا دي الاولويه في الديريفيتيف، دي الاولويه في الايه يا شباب؟ في الديريفيتيف. طيب احنا كنا بنعمل ديف وبنعمل انت. الديف والانت ده كان مين؟ اللوغاريتميك فانكشن اصلا هي بتاخد دايما الاولويه في الديفرنشيشن، يبقى انت في الديفرنشيشن هتشيل اللوغاريتميك فانكشن وتحطها هنا، وفي الانتجريشن هتاخد الاذر فانكشن اللي هي الالجبريك فانكشن وتحطها هنا. ركز معايا بقى يا جميل، هو انت كنت بتسمي دي ايه ودي ايه اصلا؟ انا كنت بعتبر ان دي واي ودي كنت بعتبر ان هي دي زد، كنت بعتبر ان هي عباره عن دي زد. ليه؟ ما انا هجيب لها انتجريشن عشان اجيب منها الزد، فبقت الزد دي ايكوالز ايه؟ الانتجريشن بتاع الكلام ده اللي هو 2x باور 2 اوفر 2 بلس 3x، والديريفيتيف بتاع ده ايكوال 1 اوفر اكس. هو مش عايز بقى الحل، لان الحل ايكوالز ده تايمز ده ماينس انتجريشن ده في ده، اللي هي الرول اللي احنا عارفينها. هو عايز الجزء الاول بس، هو بيقول لي الواي زد اللي هو الجزء الاولاني، الجزء الاولاني اللي هو ده تايمز ده، صح؟ يبقى انا عندي على طول طبعا ال2 دي راحت مع دي، هيفضل عندي اكس باور 2 بلس 3 اكس، ده كله تايمز لن الاكس اللي هي الواي زد. طيب الكلام ده موجود في الاختيارات؟ ده لا وده لا وده لا طبعا وده لا. هو ده ليه؟ لان هو اخد الاكس كومن فاكتور، اخد الاكس من هنا كومن فاكتور، فبقت اكس بلس 3 لان الاكس كده بقت سهله، يبقى الاختيار دي هو الاختيار الصح. نشوف السؤال ده، يعني هو سؤال مهم جدا لكن يعني ما فيهوش مشكله، بس اهم حاجه نكون فاهمينه علشان نعرف نطبق. question 14 برضه سؤال نفس الفكره اللي فاتت. انا عندي هنا multiply of two functions، واحده algebraic واحده exponential، وانا قلت ان الرول بتاعتي بتقول ليت اخر واحده في الديريفيتيف كانت الاكسبوننشال، اذا انا عندي def وعندي int. طب الdef ده لمين؟ الdef طبعا انا اخر واحده في اللي هي الاكسبوننشال في الديريفيتيف، يبقى الاكسبوننشال دي على طول هتروح integration، يبقى على طول هعمل لها integration اللي هي e power 2x plus 3. طب والدف لمين؟ اللي هي الالجبريك فانكشن اللي هي 2x minus 1. الديريفيتيف بتاعها ب 2 وانتجريشن دي بكام؟ a باور 2x بلس 3 زي ما هي ديفايد الديريفيتيف الباور. طب الرول كانت بتقول ايه؟ ده تايمز ده ماينس انتجريشن ده في ده، هو عايز اللي هو بعد الانتجريشن اللي هو ماينس انتجريشن ده في ده، اللي هو خلي بالك انت اصلا تاني علشان ابقى بشرحها تاني، انت بتعتبر ايه؟ ان دي عباره عن مين؟ دي عباره عن y ودي عباره عن دي زد. فلما بتعمل انتجريشن دي هتبقى زد، ولما تعمل هنا ديريفيتيف دي هتبقى دي واي. يبقى شفت هو عمل ايه؟ قال لك واي زد ماينس انتجريشن زد في الدي واي اللي هي دي. طب يعني هو عايز من الاخر ماينس انتجريشن ده في ده. طب ما هو 2 مع الهاف راحت، يبقى ده اصلا ايكوالز نيجاتيف انتجريشن الاي باور 2 اكس بلس 3. طيب اللي هي عباره عن ايه؟ طبعا ده كله وذ ريسبكت تو اكس، اللي هو اي باور 2 اكس بلس 3 زي ما هي ديفايدد ديريفيتيف الباور اللي هو ديفايدد 2. فين الكلام ده موجود؟ اللي هو الاختيار مين؟ الاختيار بي. نشوف question number 15 اللي هو السؤال قبل الاخير. ده سؤال كان في 2021 من الحاجات الجميله، امتحان 2021 كان امتحان كله يعني معلومات حلوه. بيقول لي ان الزد ايكوالز اكس بلس 2 ذن انتجريشن الكلام ده equals كام؟ طب انا حاسس ان في حاجه غلط. لا ولا حاجه غلط ولا غيره. انت بتعمل ايه هنا في ده كله؟
انت كل اللي انت عايز تعمله ان انت هتشوف derivative اللي تحت هل هو اللي فوق derivative اللي تحت؟ لا. طب هل اللي فوق ده، هل اللي فوق ده equals اللي تحت لو عملت factorization؟ برضو لا. يبقى انا كده هشتغل بالsubstitution. يبقى انا كده دماغي راحت لفين؟ للsubstitution. اشمعنى؟ بص يا جميل، ادي integration وادي x minus 2 over، هو ده اصلا مش عبارة عن x plus 2 all power 2. هو قال لي ان الزد ايكوالز، يا راجل ده انت يعني كمان بتديني الخطوات بتاعه الحل. انك انت هتاخد اللي جوه البراكتس ده وتقول ان هو زد، يبقى ديريفيتيف الزد ايكوالز دي اكس، وفي نفس الوقت الاكس ايكوالز زد ماينس 2. تعالوا بقى نعمل الانتجريشن ونغير الشكل. ادي اكس ماينس 2 يا شباب هتبقى عباره عن ايه؟ زد ماينس 2، صح؟ مش الاكس عباره عن زد ماينس 2 وماينس 2 تاني يبقى ماينس 4 اوفر. الجميل اللي تحت ده عباره عن ايه؟ زد باور 2. الجميل اللي تحت ده عباره عن ايه؟ زد باور 2. طب والدي اكس، مش دي كانت دي اكس؟ ما هي دي اكس هي نفسها دي زد، يبقى ادي دي زد. طب الكلام ده ينفع؟ طبعا ينفع جدا. اللي هو عباره عن ايه؟ اللي فوق ديريفيتيف اللي تحت ولا ملوش علاقه؟ ملوش علاقه. يبقى انت كل اللي انت هتعمله يا جميل ايه؟ انك انت هتاخد لي سمبليفاي اللي هو انتجريشن زد اوفر 1 اوفر زد ب 1 اوفر زد، سوري z over z power 2 1 over z minus 4 over z power 2 اللي هي 4 z power negative 2 ودي دي z. كده بقى integration عادي جدا، اسهل من كده مفيش. integration 1 over z سوري دي z، integration 1 over z يا شباب بلين absolute z minus. طبعا انت هتعمل ايه؟ هتزود للباور 1 over الباور الجديد. لما تزود له 1 هيبقى negative 1، لان زودت للنيجاتيف 2 فبقى نيجاتيف 1 اوفر الباور الجديد، يبقى نيجاتيف 4 اوفر نيجاتيف 1 تبقى بلس 4، ودي هتبقى زد باور كام؟ نيجاتيف 1 بلس سي، اللي هي عباره عن لين ابسليوت الزد بلس 4 اوفر زد بلس سي. طب بالله عليكم ده سؤال فيه مشكله، علشان الناس اللي كانت بتقول ان الامتحانات كانت فيها مشاكل، الامتحانات كانت فيها افكار لكن ما كانتش مستحيله وما كانتش صعبه على الحل وكانت عادية. هو احنا اللي اخترنا ده؟ ما هي 4 over z ده الاختيار بي، معلش هو الاختيار الصحيح عشان فيه بلس مش ماينس. يبقى ركزوا بالله عليكم، بصوا الاختيارات، يعني انا كنت هقع في الغلط ان انا ما خدتش بالي من الاشارة. لازم نبقى مركزين واحنا بنحل، علشان ايه؟ ان شاء الله ما نبقاش من الناس اللي بتقعد تصيح وتقول الامتحانات صعبة وهو الامتحانات اصلا عادية وما فيهاش مشاكل. question 16 في الترايل اكزام بيقول لي integration الكلام ده. أول حاجة هنخرج الـ 9 over 2 بره، نشتغل عادي. طيب دي عبارة عن إيه؟ دي عبارة عن x power half وأدي ln الـ x dx. أنا برضو اشتغل بالرول بتاعت الليت، أول واحدة ليها أولوية في الديريفيتيف اللوجاريتمك فانكشن، فأدي def وأدي int. طبعًا هنا هحط الـ ln الـ x وهنا هحط الـ x power half. الانتجريشن بتاع دي عباره عن ايه؟ اكس ونزود للباور 1 هتبقى باور 3 اوفر 2 وادي 2 اوفر 3. والانتجري والديريفيتيف ده ب 1 اوفر اكس. بعد كده يا شباب نعمل ايه؟ ده تايمز ده ماينس انتجريشن ده في ده. طب ده تايمز ده ايكوالز كام؟ خلي بالك انه في 9 اوفر 2 هنا بره، اوعى تنساها. ده عباره عن ايه؟ ادي 2 اوفر 3 اكس باور 3 اوفر 2 تايمز لان الاكس. جميل جدا. ماينس انتجريشن ده في ده، تعال نعمله على جنب عشان نكتب الريزلت على طول. ادي ماينس وادي 2 اوفر 3 تايمز ده، تايمز ده بكام يا جميل؟ خلي بالك اكس باور 3 اوفر 2 اوفر اكس، يعني كانها اكس باور 3 اوفر 2 ماينس 1، يعني اكس باور هاف. الانتجريشن بتاعها ايه؟ زود للباور 1 فهتبقى اكس باور 3 اوفر 2 اوفر الباور الجديد يعني تايمز 2 اوفر 3، فدي هتبقى 4 اوفر 9. دلوقتي في شويه سمبليفاي هيحصل. ال 9 اوفر 2 ال 2 راحت مع ال 2، ما انا هدخلها بقى جوه، و 9 اوفر 3 ب 3 اكس باور 3 اوفر 2 لان الاكس ماينس 9 اوفر 2 تايمز 4 اوفر 9 ب 2 اكس باور 3 اوفر 2. واضح ان في كومن فاكتور اللي هو ايه؟ اللي هو اكس باور 3 اوفر 2. هيفضل عندي ايه؟ 3 لان الاكس ماينس 2. ادي 3 لن الاكس ماينس 2. هل في الاختيارات الكلام ده؟ ادي اكس باور 3 لن الاكس باور 3. طب ما هو لن الاكس باور 3 هي 3 لن الاكس، صح؟
يعني انا ممكن اشيل دي واحطها فوق هنا. بقى ده هو ده، يبقى الاختيار ايه هو الصحيح. كده يا شباب يبقى خلصنا اول جزء من درس الميثودز اوف انتجريشن. درس سهل جدا، واحنا خدناه باستفاضه وحلينا اسئله كتير جدا وراجعنا قبل ما نحل على افكار كتير جدا فيه. ولكن مهم جدا في الامتحانات انك تبقى فاهم ان هيجي لك اسئله كتير من الدرس ده، بالذات من اسئله الباي بارتس اللي هي اسئله الانتجريشن باي بارتس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.